محارب لها قصاص على ذكرى خواليها. مآثرها لنا رسمت بإتقان مبانيها، زمان المجد خلدها لقاصيها ودانيها. مسجد المشرع بولاية عبري في حارة وراء، لوقوعها وراء حصن عبري العريق وسوقها القديم قريبا منهما، تحيط به منطقة مليئة بمفردات أثرية ومعالم تاريخية بين حارات قديمة ومساجد لا تقل عنه أهمية تراثية ولا تبعد عنه كثيرا، وأسوار الطين المحيطة بالبساتين والضواحي التي يرويها فلج المبعوث. المسجد سمي بالمشرع لوجود مشارع، أي مواضئ على الفلج للوضوء والاغتسال، يربطها سلم بالمسجد يوصل إلى السرح المرتفع عما يحيطه، وحيث توجد المئذنة التي كان يرفع الأذان فوقها قبل وجود مكبرات الصوت، يجاورها سلم يؤدي إلى سطح المسجد. لا يعرف أهالي المنطقة تاريخ وجود هذا المسجد، لكنهم يقولون إن كتابات كانت موجودة على جدرانه، امحت بفعل عوامل الزمن وبفعل من لم يعرف أهميتها وقيمتها عند القيام بالإصلاحات المتكررة التي كان يحتاجها المسجد. تؤرخ لأحداث بعضها وقع قبل نحو 400 سنة، ويرجحون أن المسجد موجود قبلها، ما يدل على قدمه. تم بناء هذا المسجد أكثر من 400 عام هجري، وقد اشترك في بنائه عدة مهندسين، حيث صمم بهذا المسجد بطريقة فنية ربما قل مثلها في ولاية عبري، حيث إن هذا المسجد بني على ارتفاع وجعلت المشارع أو المكان الوضوء من تحته، وعملت له طرق لا يوجد مثلها ربما في ولاية عبري في ذلك الزمان وحتى الآن. قاعة الصلاة تتكون من رواقين بينهما ساريتان وثلاثة عقود، والمحراب غائر في جدار القبلة متدرج داخل الجدار، وإلى يمينه المنبر، وهو فجوة ضيقة طويلة لا تكاد تتسع لشخص أن يقف داخلها. فالمسجد أول جامع في عبري تقام فيه صلاة الجمعة قبل النهضة المباركة وبناء الجوامع الكبيرة بالولاية، وكانت الخطبة حدثاً في القرية يحرص الكبار منهم والصغار على أن يشهدوها. وكان هذا المسجد قام فيه من أهم الأشياء في صلاة الجمعة، فمنذ الخمسينات أو أكثر من الخمسينات كان يقام به شعائر صلاة الجمعة قبل عصرنا الحديث لمولانا حفظه الله ورعاه. إلى جانب ذلك كان المسجد ملتقى أهل الحارات المجاورة، فهو بمثابة مجلس شورى لأهل البلدة لكل ما يهم شؤون حياتهم اليومية ومزارعهم، كما كان مركز تعليم أولادهم القرآن الكريم ومبادئ الكتابة والهجاء. وكان هذا المسجد بمثابة مركز اجتماعي يخدم البلد تماما، حيث أن البلاد بها نواقص وبها آراءات وبها يعني صروح تبنى، فكان يجتمعون في المسجد هذا من أجل إصلاح الفلج
أو تصليح آبار الفلك أو إم الفلك أو إصلاح الجدر الهاوية أو التي اندثرت ربما، فكان هناك تعاون جمع في هذه الشيئين. لكل هذه الأهمية التي شكلها المسجد طوال تاريخه لأهل المنطقة المحيطة به والمكانة التي كان ولا يزال عليها، حرص الأهالي على أن يقفوا له من أموالهم خدمة له وتوفيراً لكل ما يحتاجه في وقت كان فيه الوقف مصدر الإنفاق الأهم على المساجد. اجتمعت الأهالي بالتشاور مع شيخ البلد أنه يكون لهذا المسجد إيراد سنوي، إذا احتاج منه يأخذ وإن لم يحتاج فيوضع في الصندوق، صندوق الأمانة. فكان لهذا المسجد عاضد من النخيل، يعني بمثابة ضاحية، لكن كان يسمى عاضد المسجد، وهذا العاضد يطنى سنويا والمال يوضع في صندوق ويشرف عليه وكيل المال أو وكيل الأوقاف في ذلك الوقت. المسجد محافظ على هيكله وجدرانه ما عدا السقف الذي تداعى وتآكل أبوابه ونوافذه الخشبية، وحرصاً من أهل البلدة على مسجدهم سارعوا إلى ترميمه، لكن بطريقة لم تراعي خصوصية المسجد وهويته التاريخية، فتم تسقيفه بمواد إسمنتية وأدخلت عليه أبواب حديدية ونوافذ من الألمنيوم، ما أفقده جانباً من هويته التاريخية. علم وهم تشيدها يديها، وأهل الخير إن وقفوا لنا طابت مساعيها. جميل عطائهم يبقى وفيض شموخهم فيها، محارب على التقوى وبالبشرى أمانيها، محارب.